شاركت أنا فرناندو العاملة في الخدمة المنزلية في لبنان منذ 21 عاماً لإعالة أطفالها في سريلانكا مع نحو 10 من زميلاتها في عرض أزياء في مقهى رائج في بيروت لتغيير الصورة النمطية السائدة عن هذه المهنة. تبلغ أنا 43 وهي أمضت أكثر من عقدين منها في لبنان لتوفير حياة أفضل من حياتها لأطفالها. جئنا إلى لبنان للعمل كعاملات في المنازل، ولكن أنا إنسانة قبل كل شيء حتى لو كنت أعمل في الخدمة المنزلية. يهدف عرض الأزياء هذا إلى إبراز العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يزيد عددهن عن 200,000 في لبنان، حيث يتعرضن للاحتقار في غالب الأحيان. وفي نسختها الرابعة أراد عرض الأزياء هذا أن تعكس المشاركات بأنفسهن صورة مختلفة عن عاملة التنظيفات. الهدف الرئيسي هو دعم حقوق العاملات في المنازل والقول أنهن يعشن في المجتمع اللبناني مثل أي امرأة أخرى خارج إطار عملهن. تتهم منظمات غير حكومية لبنان باعتماد تصرفات عنصرية تجاه العاملات في الخدمة المنزلية، مع تعميم تسمية سريلانكية على كل العاملات بغض النظر عن جنسياتهن الأصلية على سبيل المثال. وتعمل غالبية الأجنبيات هؤلاء بموجب نظام الكفيل، مما يخضعهن لإرادة صاحب العمل، وقانون العمل لا يغطي العاملات في الخدمة المنزلية رغم تشكيل نقابة مطلع العام 2015. مع عرض الأزياء هذا نريد أن نقول للجميع إننا لسنا فقط عاملات في الخدمة المنزلية، يمكننا القيام بأي شيء. وهذا العرض ليس إلا مبادرة من بين مبادرات كثيرة من المجتمع المدني لمحاربة الإجراءات والممارسات التمييزية والاستغلال الذي تقع ضحيته هؤلاء العاملات.